يمكن أريج هي الفقرة بتهم كثير من المشاهدين اللي عم يتابعونا. تماما نور، يعني الحصول على فرصة عمل واغتنام فرصة جديدة بسوق العمل لهدف كثير من الشباب الطامحين الباحثين عن فرصة جديدة اليوم، سواء كانوا خريجين جامعيين أو لا، بيبقى لكل فرصة عمل مفتاح يجب أن يدرك المتقدم له أهميته. أكيد أريج تعد السيرة الذاتية أهم مفاتيح الحصول على الفوز بفرصة عمل والسفير الأول الشخص أمام مدير الموارد البشرية. للحديث أكثر عن كتابة السيفي بيسعدنا نرحب بعلاء العائدي أخصائي الموارد البشرية. سعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. شو الأخبار؟ كيفكم؟ أهلا وسهلا فيك. يعني كل الأشخاص اليوم المقبلين على عمل جديد أو حتى عمل لأول مرة، في مفتاح لهالعمل هو السيفي. شو أهم الصفات الإيجابية الجيدة لازم تتوفر بهالسيفي لحتى يتم قبوله بالنهاية يعني ويكسب الشخص فرصة عمل؟ مرة تانية صباح الخير من جديد. السيفي مثل ما خبرتيني من شوي هو مفتاح وصولي لحتى لاقي شغل، هو مفتاح الوصول لمقابلة العمل، هو جواز سفر بصراحة كمان فيني أقول، لأنه هو جواز عبورك لأي شركة أنت بدك تشتغلها، فهو أداة رئيسية لحتى تلاقي شغل، هو ما له أداة أساسية ولكن هو واحدة من الخطوات لحتى أنا أقدر لاقي شغل في رحلة بحثي عن عمل. فأنا بقول لأي حدا هلأ عم يشوفنا عبر الأخبارية السورية يحاول يسجل معنا أهم النقاط اللي أنا رح حاول أذكرها اليوم اللي هي متعلقة بموضوع السي في أو السيرة الذاتية. هي نقطة مهمة سيد علاء، لأنه في كتير من الأشخاص لما يتقدموا لمقابلة عمل ويقدموا سي فيهم بيكون عندهم يمكن خبرة طويلة وسنوات من العمل بقطاعات أخرى، وتوظيفها بالسي في بيكون بطريقة خاطئة، يعني بيكون فعلا يعني في نقاط ضعف. لازم يكون سي فيك لما تقدمه لأي جهة يكون في نقاط قوة أنا كمدير موارد بشرية استند عليها نوعا ما، فينا نقول. هلا اليوم السي فيات متنوعة، ولكن في نموذج أمريكي أنا دائما بحب أنصح فيه. النموذج الأمريكي لكتابة السيرة الذاتية ببلش إني أنا حاول ببداية السي في إني حاول استفز الـ HR إيجابا، يعني حاول إني خلي موظف الموارد البشرية يشوف السي في تبعي ويقتنع فيها من البداية. رح أقول شغلة كتير مهمة، موظف الموارد البشرية وحتى أنا بشتغل موارد بشرية، فبشوف دايما إنه بيكون في عندي عدد هائل من السي فيات، بحاول إني ما أعطي أكثر من السي في 15 ثانية. واي حدا اليوم يعني بيشتغل باداره الموارد البشريه ما بيعطيها وقت كثير، فاليوم اللي عم يسمعنا يحاول يركز كيف انا فيني الفت انتباه موظف الموارد البشريه بالسي في تبعي من البدايه. لهيك في عندنا مجموعه من النصائح اللي انا حابب اقولها. البدايه دائما عنوان السي في احنا هو اللي لازم يلفت اي حدا عم يقرا التايتل. في كثير اشخاص بيكتبوا سي فيتهم باللغه العربيه وانا ما بنصح الحقيقه، لانه لغه سوق العمل هي اللغه الانجليزيه. وحتى أنا اليوم يمكن أقدم على منحة أو يمكن أنا اليوم روح أبعت سي فيتي لأماكن برا البلد أو حتى ضمن سوريا، حتى يعني كثير من الشركات بترغب أنه يكون السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية. لهيك أول شيء خلي سي فيتك باللغة الإنجليزية. بالنسبة لعنوان السي في، في كثير أشخاص بيروحوا بيحطوا العنوان السيرة الذاتية أو سي في، فأنا لا بنصح أنه ما يكون أفضل عنوان للسي في هو اسمك، يعني ما يكون كلمة سي في أو كلمة سيرة ذاتية، إنما أفضل عنوان للسي في هو اسمك وطرق التواصل معك. في كتير أشخاص ببلشوا السي في تبعهم بمعلومات شخصية وهذا الشيء ما له صح. ليش؟ لأنه أنا اليوم هذا الشيء معتادين عليه. معتادين، يعني اليوم في كتير أشخاص هلا عم يسمعونا بيقولوا أنا ما عندي خبرة عمل، أنا ما عامل شيء بحياتي، فأنا شلون بدي أعبي السي في تبعي؟ يعني هلا اللي عم يسمعنا عم يقول بالفعل مزبوط هذا الشيء، إنه أنا ما عندي خبرة، ما عندي شيء أكتبه، فخليني بلش السي في واكتب فيه معلومات الشخصية، اسم الأب واسم الأم والجنسية وتاريخ الميلاد وما بعرف شو، هاي بطاقة الهوية. وهذا الشيء ما له صاحب صراحة، يعني مو صح انك انت تبلش سي في. يعني احيانا الموظف موارد بشرية بده يخلقه وعم يقرا، يعني تخيل اليوم عم نقرا سي في، اسم الأول، اسم الأب، اسم الأم، الجنسية، تاريخ الميلاد، مكان الولادة، زمرة الدم، شهادة السواقة، الحالة الاجتماعية، جنس ذكر ولا أنثى، فصار الأمر كثير طويل. لأنه ببساطة ما هو تعريف السي في؟ السي في هو مو بس بطاقة تعريف عنك، لا، السي في هو كيف فيك توظف نقاط القوة تبعك لتلاقي شغل، كيف فيك تحط النقاط اللي بتلزمك لهذا العمل. هل أنت الوحيد الذي لديك اسم أب واسم أم ومكان وتاريخ ولادة؟ لا، كل السوريين عندهم هذا الشيء. صحيح. فأنت شو هي النقاط اللي بتميزك عن غيرك؟ بلش فيها السي في تبعك. بنصح اليوم ببداية السي في نحط مادة نسميه بروفايل. بروفايل لمحة بثلاث سطور أنت مين، بس لا تجاوبهم عن أنت مين، جاوبهم عن أنت ليش. أنت ليش مناسب لهذا الشغل؟ يعني مثلا انا اليوم ما عندي خبره، فيني بدل ما احكي عن الاكسبيرينس احكي عن النوليدج. يعني مثلا اذا شخص يعني المعرفه، اذا شخص مثلا اليوم
حابب يشتغل بقسم محاسبه، فمثلا نعطي مثال تمام، يعني مثلا شخص بده يقدم ليكون محاسب في احد الشركات محاسب. انا كيف ممكن المحاسب اليوم مثلا ببلش معلومات شخصيه دراسه كذا؟ لا، بلش بثلاث نقاط تحاول تجذب موظف الموارد البشريه لك. كيف فيك تكتب مثلا I have knowledge of financial market، مثلا انا بعرف بالاسواق او بسوق الماليه، انا عندي مثلا انا مستعد احمل responsibility for financial data، انا بقدر احمل مسؤوليه بيانات ماليه. حتى لو ما عندك خبره احكي عن السكيلز تبعك، احكي عن النولج اللي انت بتعرفها. القراءه احيانا بتفيد، المعرفه بتفيد، المهارات بتفيد. فبسطرين ثلاثه شو بتعرف، شو السكيل اللي عندك انت شخص، يمكن تكون اورجنايزر، عندك كوميونيكيشن سكيلز، عندك مثلا تايم مانجمنت والى اخره. فانت بلش بمهاراتك انت، بلش بمهاراتك، بس المهارات اللي مو دائما اللي كل الناس بتحطها، لا، ادخل وحط مهارات بالسي في بتلزمك للشغل اللي مقدم عليه. نصيحه لك اي حدا عم يسمعنا، اي حدا عم يسمعنا اليوم، يجرب يكتب معي ما يلي. يفتح على جوجل ويكتب او نجمه نت بالانجليزي، او نجمه نت ان اي تي، راح يطلع له موقع. يعني بس كتبنا على جوجل او نجمه نت راح يطلع لك موقع اسمه او نت اونلاين. لما بتفوت على هذا الموقع راح يطلع لك شيء ما لك فهمانه ابدا، بس راح تلاقي محرك بحث. بمحرك البحث اكتب اي منصب وظيفي انت حابب تعرف شو المهارات اللي تلزمه واقرا عنه. يعني اللي عم يسمعنا واذا بيفوت على الاو نت كثير بيتعلم اشياء جديده، هذا محرك بحث جديد متعلق بالموارد البشريه. هذا الشيء بيخلي يمكن الشركه اللي عم تقدم لها هالسي في او اي مؤسسه انه يمكن يتفاجئوا بهالمعلومات، يمكن إيه؟ والاشياء اللي ممكن تجذبهم. فانت اليوم عم تفوتي على هذا الموقع، فعملت مثلا فتحنا على هذا الموقع كتبنا اتش ار، كتبنا بابليك ريليشن، كتبنا ميديا، اي منصب وظيفي بيخطر ببالك رح تلاقي كثير داتا عنه، رح تلاقي النولج تبعه، السكيلز، الابيليتي، الاكسبيرينس، الادوكيشن اللي تلزمك تشتغل فيه. فحاول تقرا وتفهم هذا المنصب الوظيفي وتحس شو هي اقرب الصفات لك وتاخذ منه وتحطها بالسي في تبعك ببند البروفايل. ثاني بند بالسي في بنصح فيه هو الادوكيشنال كواليفيكيشنز اللي هي مؤهلاتك الاكاديميه. هون لا تكثر حكي، يعني في كثير اشخاص بيروحوا بيحطوا بالسي في بند بسموه الشهادات، انا ما بنصح هذا الشيء. لا، حط بند سميه شو هو الادوكيشن تبعك، التعليم، بسطر واحد اسم الجامعه، اسم اختصاصك الجامعي وعام التخرج. يعني اذا شخص عم يسمعنا برجع بقول لازم السي في بالانجليزي، مثلا I have graduated from Faculty of Law at Damascus University. طيب بس ممكن هو يكون هذا الشخص عامل كثير كورسات وتعبان على حاله وشاغل على حاله وحابب انه يحطه ضمن السي في، يعني مو بهذا، مو بداية السي في، يعني تبلش بروفايل انت مين بسطرين، education، لازم الاتش ار فورا يعرف شو دارس فورا. سطر واحد. بالبند الثالث ساعتها هون تحكي عن الاكسبيرينس، الخبره بالاكسبيرينس، حاول توضح شو اسم الشركه اللي اشتغلت فيها. إذا الشركة اللي اشتغلت فيها غير معروفة حاول تحط بروفايل صغير عندنا بسطر وحط الموقع الإلكتروني تبع الشركة. احتمال تكون شركتك كتير كبيرة بس ما لها معروفة من موظف الموارد البشرية اللي عم يقرأ، فوضح مين هي الشركة اللي انت اشتغلت فيها وحط سطرين عنها، حط الويب تبعها، الويب سايت تبعها، سكور التاسكات اللي اشتغلتها، الديوتيز اند ريسبونسبيلتيز، المهام والواجبات اللي كنت عندها. هاي المهام كمان انت بالاونت بيساعدك ولازم تكون بالانجليزي بطريقه صح. حط الجوب تايتل، ما بكفي تقول عملته في شركه كذا، لا، عملته بمنصب كذا بشركه كذا، يعني مثلا داتا انتري، مدخل بيانات بمثلا شركه اتصالات، تحط اسم الشركه اكس، شركه اكس اكس، بتحط بعدين التاسكات تبعك وبتبلش بقى بتحط الفتره اللي انت امضيتها بالعمل من هالتاريخ لهذا التاريخ. كثير مهم توضح السكيلز اللي بتملكها، سواء عم نحكي الكمبيوتر سكيلز، اللانجوج سكيلز، او السوفت سكيلز. كمبيوتر سكيلز حاول توضح شو هي مهاراتك بالكمبيوتر. انا ما بنصح الشباب يحضروا كثير كورسات كمبيوتر اذا ما كان كثير بمجالهم، انما اليوم الشخص القوي بالاوفيس، الشخص القوي بالانترنت، يكفي ان يكتب جود مايكروسوفت اوفيس، جود انترنت سكيلز. لما تكتب انك انت عندك المايكروسوفت اوفيس تحط وين بالاوفيس، تعرف وورد، اكسل، باوربوينت، وضح هذا الشيء. اللانجوج سكيلز، في ناس تكتب اللغه العربيه، اذا كتبتها فهي اللغه الام، العربي مذر لانجويج. هلا كان بذهب ثلاثه يمكن مسابقه لافضل سي في، خلينا نحكي شو هو السي في اللي فاز كافضل سي في بهي المسابقه او ليه فينا نقول؟ تماما، كنت انا عم اشرف من فتره عن فعاليه كانت هي مسابقه افضل سيره ذاتيه ومسابقه افضل مقابله عمل. طبعا اي شخص، حكينا شوي عن محتوى السي في، فانا اليوم شو المعايير بشكل سريع، شو المعايير المهمه بموضوع السي في؟ كانت هي انه السي في لازم ما يتجاوز صفحتين مهما كان، هي اللي ركزنا عليها. السي في اذا كان صفحاته صفحتين فلازم يترقم السي في،
السي في لازم ما يكون صفحه ونص او صفحه وربع، يا صفحه كامله يا صفحتين كاملين. لازم ما يكون في غير نوع واحد من الخط. لا تاخذ نموذج من الجوجل وتروح تطبقه، تحط تعبيه مثل ما هو، لا، السي في انت بتفتح صفحه فاضيه وبتمليه مثل ما هو. لا تستخدم السلاشات للسي في، غير محببه بالتواصل الالكتروني او باي تواصل بالحياه. حاول دائما انه السي في تبعك تعبر فيه عن نقاط قوتك وتخفي نقاط ضعفك. لا تذكر معلومات ما لها مهمه، يعني انا برايي المعلومات الشخصيه يكفي ان تذكر الجنسيه وتاريخ البلاد، لا داعي لذكر الحاله الاجتماعيه والجنس وما بعرف شو وهالقصص هي. تاريخ الولاده والجنسيه تبعك انا برايي هن الامر كافي لحتى تكتب السيره الذاتيه. وبرجع بقول ما في سي في واحد، كل جهه انت عم تقدم لعندها فالها سي في خاص فيها. هي كمان نقطه مهمه كثير حلو انه نركز عليها. شكرا كثير لك اليوم، معلومات مفيده كثير طرحتها، اكيد كل العالم بهمهم يعرفوا كيف بيقدروا يكتبوا سي في. طبعا الله يعطيكم العافيه كمان بخبرات اليوم عم تحاولوا تسعوا انه تشغلوا وتامنوا فرص عمل لكثير من الاشخاص. أكيد نتشكرك علاء العائدي، أخصائي بالموارد البشرية، ولازم الناس تعرف تستثمر مهاراتها وقدراتها صح. شكرا كثير لك. يعني نور لهون مش